Ja, في كلافي حضرتك معلم طارق صاحب موتور الاشتراك عندنا بالحي. ايه نعم. اهلا 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 بمعاليك، اهلا بمعالي وزير الطاقه جبران باسيل. اهلين، نورت. انت النور، انت الحياه، انت معيشنا، انت مسدتنا. نحن ما بنسمع قشره بصله بليك. بتحب تشرب شي معاليك؟ شي سخن، شي بارد؟ خير معاليك؟ شو بك حاسك كانه مش مبسوط، زعلان في شي؟ اكيد في شي، في شي معلم طارق. انا وياك متفق على شي وحضرتك كذبت علي، صار شي تاني. انا عفوا بس ما بفهم عليك، بترجيك تفسر لي معاليك؟ مش انا وياك متفقين 20 دولار يا خواجة طارق على العشرين امبير؟ صحيح، نحن عم ناخد منك 20 دولار حد العالم بس حتى يشوفوا انه عم نقبض منك، وانت مثل باقي الناس بتدفع. اذا زعجتك بليها منشيلها معاليك. نون يا صباح، اخر همه العشرين دولار، اخر همه. بس اخر فاتورة اجتني، يعني فاتورة الشهر 200 دولار. معقولة معلم طارق؟ معقولة 200 دولار؟ شو 200 دولار؟ لا اكيد في غلط، مش معقول 200 دولار. لا لا، معك الوصل؟ لك اكيد شو عم تكذب عليك؟ رح اول وصل شوفه بإيدي. خليني اشوفه لانه اكيد في غلط. ليتيسيا، خلي حمادة يجي لعندي هون هلا على السريع. ايه سي طارق، بيحصل ايه هنا؟ انت طلبتي مني ايه وانت عاوز ايه؟ بيحصل ايه؟ مش عارف خالص، مش عارف خالص. وليه؟ وليه شو بعمل فيك؟ شو بعمل فيك؟ بيعدوا فاتورة ب 200 دولار لمعالي الوزير. ما كنتش عارف اني بتضرب. شو بعمل فيك؟ نحنا لو بلاش شو بنعمل انا وياك؟ ولنقعد بلا شغل منبطل نسترزي. معقولة يا حمادة؟ معقولة؟ شو بدك يعني يجيبوا وزير طاقة جديد بيشتغل صح بيجيب لك الكهرباء 24 على 24؟ بنقعد بلا شغل ساعتها، بنرجع على بيوتنا، شو بنعمل ساعتها؟ بس خبرني شو بنعمل. انت غلطان معه؟ وليه ما بدك تطعمي عائلتك بمصر؟ شو قصتك؟ اعتذر منه لشوف، اعتذر من معالي، اعتذر من معالي. انا بعتذر جدا يا معالي الوزير، وبقول لا وحياة الجنرال تسامحني، وحياة الجنرال عون. اديني بوسه وخلاص، صافي يا لبن، مفيش حاجه وخلاص. اديني بوسه يا رؤوس. مش عم بقول صوره للجنرال ما بيشتغل. طمشت لي جفا. مش عم بقشع.